هناخد كابتن نادر نبيل المدير الفني لفريق الكره الطايره تحت 17 سنه. يعني كابتن نادر، انا طبعا في البدايه انا وكريم بنصبح على حضرتك ولازم نقول مبروك، واداء كمان كان رائع، مش فكر بس يعني ان احنا فوزنا، لا كمان الاداء كان رائع جدا في ظل هذه التحديات اللي خلينا بنقول بتواجهنا. يعني مبروك كابتن نادر. ربنا يبارك في حضرتك، الف الف شكر والله للتغطيه الجميله اللي النادي الاهلي دايما معودنا عليها، والحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله بعد مجهود كبير وموسم صعب جدا جدا. حضراتكم عارفين طبعا الكوفيد واللي بيحصل والتاجيلات الكتيره اللي بتحصل للمباريات، بس الحمد لله يعني ربنا قدرنا، وده طبعا كان مجهود دكتور كابتن وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين ونشئاته، كابتن احمد زكريا رئيس قطاع الناشئين، الحمد لله طبعا دكتور ايمن ما انساش مجهوده الكبير، كابتن رمضان الاداري، كابتن كريم جمعه، بصراحه كان مجهود كبير من الجهاز بالكامل. طبعا ما اقدرش انسى اللعيبه اللي تعبوا طول فترات الموسم كان طويل جدا، بس الحمد لله الاولاد كانوا قدها الحمد لله رب العالمين، وربنا كرمنا الحمد لله ببطوله القاهره وبطوله الجمهوريه الحمد لله. عايزه اروح مع حضرتك ليه يعني كواليس اللقاء اللي كان بيسبق اي مباراه، يعني ازاي حضرتك كنت بتتكلم، او يعني ايه الدروس اللي كنت دايما بتحب او حريص ان انت تتكلم فيها مع الفريق؟ يعني اكيد كان في تركيز على الروح المعنويه، يعني خلينا نروح مع حضرتك كده، يعني عايزه الجمهور برضو يبقى عايش ازاي حصلنا على البطوله، مش فكر بس الماتش اللي احنا شفناه، ما سبق الماتش، الكواليس اللي كانت بتحصل. اتفضل يا كابتن. والله كان في الماتشات الاخيره اللي هو الدور النهائي، كانت ثلاث مباريات متتاليه، كان ماتش الزمالك اول مباراه ودي كانت مباراه صعبه جدا، بعد كده ثاني يوم مباشره كان ماتش الاتحاد وكانت فرقه ممتازه جدا، بعد كده الماتش الاخير كان ماتش الصيد، ودول كانوا ثلاث ماتشات في ثلاث ايام ورا بعض، وده كان طبعا ضغط وحمل عالي جدا على الاولاد، وانا طبعا كنت دايما بنبه عليهم ان احنا نلعب بمنتهى الحماس من اول نقطه، نلعب من اول نقطه لاخر نقطه بمنتهى الحماس وبمنتهى الجديه، ودايما بعلمهم ازاي يتعلموا ان هم لابسين تيشيرت غالي قوي. صحيح. لابسين تيشيرت النادي الاهلي دايما ما يعرفش غير المركز الاول، يعني المركز الثاني بالنسبه لنا احنا كده خلاص ما حققناش التارجت. التارجت بتاعنا هو المركز الاول دايما في كل بطوله احنا بنلعبها الحمد لله، كنت دايما معودهم ان هم يلعبوا بمنتهى التركيز بمنتهى الجديه والرجوله، والحمد لله ربنا قدر يكرمنا، وفي نفس الوقت احنا في المباريات بيبقى في طبعا نقط ضعف نلعب على الفريق اللي قدامنا، والحمد لله ربنا بيكرمنا الحمد لله رب العالمين. ألف ألف مبروك، وأكيد يعني مباراة كانت صعبة ما هياش كانت سهلة، برضو فريق الصيد يعني في كرة الطائرة دي يعني أو فريق تقيل، فألف مبروك علينا مرة تانية وبالتوفيق دايما كابتن نادر، شكرا لكم. ألف شكر يا فندم، ألف شكر، والحمد لله ربنا كرمنا، وأكيد طبعا كانت مباراة صعبة جدا الماتش النهائي لأنه كان ماتش الأخير بعد ثلاث مباريات متتالية، فكان مجهود جدا عالي على الأولاد، بس الحمد لله الأولاد كانوا رجالة زي ما كانوا بيعودونا دايما، والحمد لله رب العالمين، وألف شكر لكم. شكرا لحضرتك.